يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. مساء الفل يا شباب، عاملين ايه؟ الحمد لله ما شاء الله عليكم. تعرف بسعادتك؟ انا مالك. انت مالك وحضرتك؟ مالك. مالك ماشي. متوأم ازاي؟ سبحان الله. ايه؟ سبحان الله سبحان الله. ماشي، انتوا الاثنين نفس اليوم؟ نفس اليوم. ها؟ نفس السنه. نفس السنه ونفس اليوم. حلو قوي كلام. استاذ مالك اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ هتعملنا اكل النهارده؟ شيش طاووق. ماشي. وحضرتك؟ الكبده اسكندراني. الله الله. طب سؤال الفني بتاعنا بقى، حد عمل الاطباق دي قبل كده في البيت ولا لا؟ انا. ايوه شاطر. وانت؟ امبارح. ولا ما كنا بنتدرب عليها؟ إيه؟ لا كنا بنتدرب عليها بجد. ايوه ده اللي بتكلم فيه، نتدرب على الطبق عشان نيجي هنا نبقى شطار. أيوة. طب سؤال تاني مهم عندي، انتوا عارفينه السؤال تاني ولا مش عارفينه؟ لا عارفين. ايه هو؟ نفسك تطلعي. ماشي. والسؤال التاني المهم بتاعي، خضار وفاكهه. بتاكل خضار وفاكهه؟ مين اللي بياكل خضار وفاكهه؟ انت ما بتاكلش خضار وفاكهه. انا والله باكل. ايه؟ باكل فاكهه. بتاكل فاكهه، خضار لا. صح، شفت انا عارف. انت انا كل اللي باكله خضار وفاكهه وطماطم. خيار وطماطم. خيار وطماطم بس. طب ما بتاكلش كوسه ولا جزر؟ لا باكل كوسه وجزر. وبسله؟ لا بسله ماشي. ايه؟ بحبها. بسله ماشي. ماشي، ما انا خضار.